لا تحزن على ما فات، قدر له أن يمر. فكر فيما هو قادم وحاول ألا تجعله يفلت من يديك. تحياتي لكم أينما كنتم، عيد مبارك سعيد، عذرا على هذا الغياب الذي كان بسبب ظروف صحية. يعني الفيروس كورونا حل ضيفا عندي، وأخيرا بعد أن تهربت كثيرا، كل شيء قضاء وقدر. في خضم تجربتي مع هذا الفيروس، ممكن أن أقول أن أهم الأعراض الأساسية هي غياب حاسة الشم أو الذوق، يعني أو هما معا. في حالتي غياب حاسة الشم فقط بشكل نهائي، يعني إلى حد الساعة لم تعد. هناك أشياء أخرى تكون مرافقة للفيروس، الحرارة المرتفعة لم يكن عندي هذا المشكل الحمد لله، يعني مع ضعف في الشهية، وبالإضافة إلى الإرهاق والتعب الشديد، يعني هذا من بين تداعيات الفيروس. الموضوع صار بديهيا تقريبا في هذه الظروف، يعني ظروف الصيف والعطلة والأصفار ودخول الجاليات المغتربة والسياح، يعني شيء بديهي أن تنتشر الفيروسات وترتفع الحالات. وجب الاحتياط أكيد، يعني لا تستغنوا عن الكمامة. كيفية المقاومة من خلال تجربتي الشخصية؟ يعني طبعا هناك مضادات حيوية توجد في الصيدليات، يعني خصوصا التي تعمل على تنزيل درجة الحرارة، لأن في بعض الحالات تكون مصحبة بحمى شديدة جدا. يعني طبعا الفيتامين سي ضروري وأساسي، لكن بغض النظر عن هذه الأشياء الطبية، هناك أشياء طبيعية، يعني مضادات حيوية طبيعية هي ذات مفعول أكثر، يعني كالبصل، شرب ماء البصل على الريق وشرب الثوم، يعني أو أكل الثوم في الصباح، يعني هذا تنظيف للجسم وتصفية للدم، بالإضافة إلى ضروري من التوفر على قنينة ماء بها قرنفل، يعني هذه تقتل كل الفيروسات المتواجدة في الحنجرة والبلعوم. أيضا القرفة، مشروب القرفة والزعتر، الحفاظ على المشروبات الساخنة والوجبات والأطباق الساخنة، الابتعاد عن كل ما هو بارد، حمام بخار للأنف بزيوت عطرية كالخزامة، القرنفل، الزعتر، القرفة، يعني تغسل الأنف. طبعا ماء الورد أحيانا فقط لإنزال درجة الحرارة. الحمد لله كل شخص وكيف تأتيه كورونا، يعني الحمد لله كانت عندي بشكل خفيف بعض الشيء، يعني ضروري من المقاومة، ضروري من المقاومة، عدم الاستسلام. كما قلنا أهم شيء أخذ قسط من الراحة، مضادات حيوية، فيتامين سي، وجبات ساخنة ومشروبات ساخنة بها زعتر، قرفة، دائما شرب الماء مع قرنفل، دائما، والليمون، عصير الليمون أيضا، المضادات الحيوية الطبيعية، أما البصل والثوم دائما، وستشفون بإذن الله. الحجر الصحي، يعني أسبوعين تقريبا تخف الحالة، يعني دائما احتفظوا بكمامتكم إن خرجتم. تجدر الإشارة أن كل من أصيب بكورونا يستحيل أن يعمل اللقاح إلا بعد 3 أشهر، يعني بعد مدة 3 أشهر ممكن أن يقوم باللقاح بجرعتين. هذه كانت باختصار تجربتي مع فيروس كورونا. الحمد لله على كل حال، لازلنا في الأيام الأخيرة، يعني مرت بسلام الحمد لله. ضروري من المقاومة وضروري من الحفاظ على الكمامة، لا تستغنوا عن الكمامة في هذه الظروف، يعني ظروف الصيف والعطلات والأصفار، يعني أكيد الفيروس سيكون متفشيا بشكل كبير جدا، والدليل أنني أصبت، يعني رغم محاولات كثيرة وعديدة للتهرب منه. إذن حافظوا على سلامتكم وعلى سلامة كل من معكم، وعلى حافظوا على مسافة الأمان بين الأشخاص، وضروري من الكمامة شيء أساسي والمعقم. دمتم بألف خير وإلى لقاء قريب.